لكن انا هو هناك رسائل يعرف انه ممكن احس ان المسؤولين مش بيعاودوا له، مش عاودوا تجديد العقد. رسائل للفرق الاخرى اني حاضر وجاهز باش ننتقل اي فريق. طبيعي انه لما مدرب يحس ان الفريق مش يعاود مش يجدد له يحاول انه يلقى الفرصه مع الفرق الاخرى، سواء الدوري الاسباني او الدوري الايطالي او الدوري الانجليزي، يعطي فرصه للفرق الاخرى باش تنتدب المدرب لويس انريكي.